يعني الولد ده طالب بيتزا بيطلب بيتزا طالب اسكالوب بيجيب اسكالوب اهم حاجه ان هو ياكل اهم حاجه في ناس بتطلب حواوشي والله في ناس بتطلب كشري بيجيب لهم اللي هم عايزينه احنا جايبين شركه تحت هي اللي بتدير المكان فالوجبه ب 28 جنيه انا ما تفرقش معايا يفرق معايا ان وقت ما الطفل يطلب ياكل لان هم اوريدي القطع جنبه وشايك حته من نافوخه فاهم قصدي وعندهم مناعه ما عندهمش مناعه وسخنين فيطلب وقت ما هو عايز بس ياكل ايه